شو القصه بالضبط؟ اكله جدا تاكل عرسه. اه وعالضغطه هون شايف نزال منها ارفع شوف وين شايف لا تشوف هاي عضاها عامله لها التهاب. اه نظفتها قبل هاي المره. شو بتطعميها عرس؟ اه مش اسمه قفص وحطيت لها اياها عرسة شوارع. اه عامله لها التهاب قوي شايف. التهاب قوي مجرمه هاي العرسه. اه الثانيه شمالها قديش لها هي على حالها؟ صبرها ما ثلاث اشهر اكلت تاكل ما تصرش عليها. لا اه ثانيه بس هاي ليش هيك من الناس؟ بعديها بعد ما العرس هيك صارت بعد ما عضتها العرس؟ اه هاي هذول لا العظم طبيعي. لا يا زلمه مش لازم لها فيها. كديش اللي عندك هاي الحية؟ صار لها فترة بس كبيرة بالعمر هاي. مش صغيرة. كديش لها بالضبط منفوخة؟ صار لها فترة صار لها شهرين ثلاثة يعني. نفست أنا بهالمرة وهذا طلع هو بده تعقيم. قلت لي جرذ من العادي تبع الشوارع. هذا مسكت وعضته. ايوه لو انك طقطقت له سنانه مجرم هذا الجرذ. هذا بده حية سامة تاكل سكرس افضل. بس هي لما بتعصره بلف بعضها. هو كيف لما لفت عليه عضها؟ طلع كيف طلع. جربها لمدة أسبوع ماشي؟ بس كل يوم بدك تستمر فيها وإن شاء الله بتزبط. بدناش نعطيها مضادات وشغلات زي هيك. أعطيك وصفة تنكعها بالمي بتحط راسها في مادة عشان هذا كله إن شاء الله ماشي؟ هاي بس هاي أصلا ضخمة. أكبر من هاي. هاي يا دوب متر وعشرين خلاص 12. هاي قديش طولها؟ متر ونص باين هيك شو. متر خمسة وأربعين. عاد هذول بيكبروش كثير. بيطولوش كثير. خف الورم وراح وعاود رجع؟ خف راح بالمرة رجعت زي هاي هيك طبيعي وعاود رجع كمان مرة. طيب امسك خذ رجع.